هنا قطاع صناعي حبيت أذكره لأن له ميزتين، يسمى ستراتا. هذا مصنع مكونات هياكل الطائرات اللي تصنعها شركة بوينغ وإيرباص، الفضل لله سبحانه وتعالى وللقيادة أن اليوم هذا المصنع يصنع في كل الطائرات المصنعة حديثاً في إيرباص وبوينغ. أكيد فيها قطع من ستراتا موجودة في هذه الطائرات، ولكن الميزة الثانية اللي أنا كإماراتي أفتخر فيها وهي أن المرأة الإماراتية، المرأة نعم الإماراتية، تمثل 83% من القوة العاملة في هذا المصنع. بالنسبة لنا أنا يعني أريد أذكر هذا الموضوع لأن أريد أشرحه بطريقة تهم الإماراتية. بالنسبة لنا دور المرأة في بلدنا دور مهم، وهم شاطرين، لكن غير ذلك هم يمثلون أيضا نسبة 50% زائد. لكن أنا بالنسبة لي في هذا الموضوع، دولة الإمارات أنها تستغل هذه الثروة بالنسبة الممكنة في إدارة البلد والمساعدة على هذه المسيرة مهم جداً.